السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سرعة قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا في موقع مميز يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. شقة عندنا هنا مميزة، مساحة 140 متر، مجهزة عندنا بخزائن ملابس. شفنا مع بعض عندي هنا واجهة العمارة، قصادنا هنا موجود عندنا ده المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شقتنا اللي فيها العرض وعندنا شقة الجار التانية، الدور عندي على شقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطع طير ومتشطب كمان كويس جدا، تشطيب جيبسون بورد وديكورات عندنا سي ان سي. على شمال هنا موجود عندي مطبخ مقفول، ما شاء الله مساحته كبيرة وممتازة. في الريسبشن موجود عندنا هنا خلفية ممتازة جدا من الثري دي، وقصادنا هنا موجود عندي طرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. على شمالنا هنا موجود عندنا أول غرفة نوم متشطبة كويس جدا، تشطيب جيبسون بورد. الغرفة عندي هنا مجهزة بخزائن ملابس، عندي هنا دولاب حائط. جنب منها مباشرة موجود عندنا هنا الحمام، وبعد منها موجود عندي هنا الغرفة التانية، دي تاني غرفة نوم متشطة برضو كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. الغرفة عندي هنا بتطل على الشارع والبلكونة. مجهزة برضو عندي هنا بخزائن ملابس، دولاب حائط. بنطلع نبص مع بعض عند البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله عندنا هنا تراس رائع وكبير، بلكونة مساحتها كبيرة ممتازة. الطاولة عندي هنا على شارع عرضه 12 متر وعلى مساحات خضراء. حلوة الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الأول علوي، أول طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 4 طوابق، موجود عندي حارس خاص العقار وسلم مريح جدا عندنا في الطلوع للطابق الأول. وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء ومية، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 140 متر، السعر 520,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض. السعر بالدولار 16,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اشوفكم ان شاء الله على خير في شقه جديده وعرض جديد وعقار جديد مع قناه سول عقارات في اسكندريه شاطئ النخيل.